هي عين العرب، تلك المدينة التي تحولت معظم أحيائها إلى أنقاض بعد نحو شهرين من المعارك بين تنظيم داعش والقوات الكردية المدعومة من وحدات البشمرجة العراقية. شوارع المدينة تحولت إلى خراب، هذا ما تؤكده الصور من قلب المعركة. بالمئة تقريبا 80 سيطرين علينا، يعني دول 20 تقريبا، يعني في حوالين صغار، يعني مثلا مجموعات صغار، يعني ستة من هون مثلا، مجموعة ستة من هون من هون جمع، يعني وزع حاله، مشان نحن نقول والله مجموعة كبيرة، بس هن ما قدر شيء. دخلنا مرحلة جديدة بهالفترة، أسبوع أعلنا بالرأي العام جميعا راح يصير مو كخط دفاعي، بدنا نقدم التكتيك والخطط لازمة مشان نحرك هون. القناصة يصطادون كل من يعبر الشوارع المهجورة، هذا ما يؤكده المقاتلون الكرد، أمر اضطرهم إلى استخدام الأغطية كسواتر لحجب الرؤية عن من يطلق النار عليهم من وسط الأنقاض، خشية الوقوع في كمين وخوفا من أن يكون مسلح داعش قد فخخوا المباني التي أخلوها. أكثر الاشتباكات اللي صارت هي صارت بهالمنطقة، طبعا هدفها كان هي السيطرة على البوابة الحدودية، يعني أكثر من 5 سيارات مفخخة فقط مسافة 300 متر تم تفجيرها، تعامل منها هاي الشاحنة، يعني مجمل العمليات الانتحارية اللي صارت هي بالشاحنات الكبيرة، هي مصفحة تجي طبعا هاي وحدة منها قبل ما تصل لمكانها تم تفجيرها من قبل وحدات حماية الشعب. في غضون هذا الكر والفر تتوالى خسائر داعش في مدينة عين العرب على الحدود السورية التركية. المسلحون انسحبوا من أجزاء واسعة من المربع الحكومي الأمني ومن سوق الهال، فيما تمشط وحدات حماية الشعب الكردي منطقة البلدية والمربع الحكومي وساحة أزداي.